نعم الطلب الأمريكي يكاد يكون قاسي، لكن ليس على رئيس الوزراء بل على الفصائل المسلحة التي تتمتع من وجود الحشد ماديا ومعنويا. طيب. بالتالي لا مانع من دمج الحشد مع المؤسسات الأمنية العسكرية اللي تابعة لوزارة الدفاع بأمرة رئيس أركان الجيش وكذلك رئيس الوزراء. ما هي المشكلة؟ ما هو الموضوع الذي ممكن أن يثير ضجة إذا كان الحشد وهو أصلا بأمرة رئاسة الوزراء؟ لكن هناك منتفعين ومستغلين للوضع الحالي ومتسيدين وأصحاب سلطة أصبحوا بشكل كبير من خلال تواجد بعض الفصائل تحت أيديهم. طيب أستاذ طلال، كيف يتم دمج الحشد الشعبي في المؤسسة العسكرية؟ الحشد الشعبي الآن لديه دفاعات جوية، لديه أكاديمية للطيران، لديه تدريباته الخاصة، لديه استخباراته الخاصة، وهذه الاستخبارات خاصة به كما يقول الحشد الشعبي. كيف يدمج مع مؤسسة أخرى أيضا هي لديها استخباراتها وخططها ولديها يعني مقاتلوها؟ الأمر لا يستقيم. بالتالي هو جزء من منظومة الدفاع العراقي، تابع لوزارة الدفاع وتابع بأمرة رئاسة الوزراء. لكن ما يحرج الموضوع هو أن رئيس الوزراء غير قادر على تنفيذ هذا الطلب، والأسوأ أن أمريكا مصرة، ليس فقط حل الحشد الشعبي، هناك مطالب للأمريكان وهم يحاولون وضع العصا في الدولاب من خلال تسليم منطقة جرف الصخر وإعادة أهاليها إليها، وهناك مطالب أيضا باستبعاد شخصيات من المسؤولية والتسلط. لذلك الأمريكان الآن هم أكثر سيطرة وهم يتمحورون ويتحركون بانسيابية تكاد تكون مقلقة لجميع الجهات السياسية. حقيقة ما يقوم به الأمريكان الآن هو مقلق للشارع السياسي العراقي الحاكم وليس الشارع السياسي بصورة عامة. طيب. لأن هناك من يتسيد الآن على كرسي الحكومة والسلطة هو قلق من تلك التحركات. أما رغبة الأمريكان فهي سوف تكون نافذة، كون أن هناك شروط وضعت على رئاسة الحكومة السيد رئيس الوزراء يجب تنفيذها، لأنه أكو مصالح اقتصادية عراقية مرتبطة بالأمريكان، بالبنك الدولي، الأموال اللي تجينا، ودائع النفوط، التسهيلات المصرفية، هاي كلها بيد الأمريكان. الأمريكان بيدهم كل شيء،